استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الصافرية السيد ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق الذي يزور البلاد حاليا. ورحب جلالة الملك المفدى بالسيد ديفيد كاميرون مشيدا بعمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، والتي تمتد لتاريخ طويل من التعاون المثمر والتنسيق المشترك، معربا جلالته عن تقديره لجهود السيد كاميرون ودوره في تعزيز هذه العلاقات العريقة المتميزة بين البلدين الصديقين وتطوير أسس التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة في كافة الميادين. وخلال المقابلة نوه جلالته بالدور الفاعل الذي تلعبه المملكة المتحدة الصديقة على الساحة الدولية وإسهاماتها في خدمة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما جرى خلال اللقاء بحث المستجدات الراهنة في المنطقة وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد أعرب رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على دور جلالته وجهوده لتطوير علاقات البلدين الصديقين وترسيخها، متمنيا لهذه العلاقات دوام النماء والتطور. هذا وقد أقام جلالة الملك المفدى مأدبة عشاء تكريما للسيد ديفيد كاميرون.